إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء في حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا حديث جليل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اشتمل على وصايا عظيمة يوصينا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان. والطهور في هذا الحديث، قال أكثر شراح الحديث، المقصود به الطهارة من الذنوب، وتطهير القلب، وتطهير العمل من كل قبيح. فهذا هو شطر الإيمان، أي نصف الإيمان. وشطره الآخر هو التحلي بفضائل الأعمال وفضائل الأخلاق. فالإيمان ينقسم إلى شطرين: شطر هو التخلي عن الرذائل والقبائح، والشطر الآخر هو التحلي بالفضائل وبالأعمال الصالحة. وهذا المعنى، وهو أن ترك الذنوب يقال له الطهارة أو التطهر، جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى عن قوم نبيه لوط عليه السلام. قالوا للوط عليه السلام: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إنهم أناس يتطهرون، أي يتركون هذه الفاحشة وهذا المنكر ويتجنبونه. وكذلك في تفسير قوله تعالى: وثيابك فطهر، كثير من الصحابة والتابعين قالوا المقصود بالآية هنا وثيابك فطهر أنها كناية عن تطهير القلب وتطهير العمل،
من كل سوء، فهذا هو شطر الإيمان. فالإيمان لا بد له من تخل وتحل، لا يكفي فقط أن يتحل الإنسان بالصدق والأمانة والكرم والوفاء والإخلاص لله تعالى، وأن يتحلى بالصلاة والصيام والأعمال الصالحة، فهذا كله هو شطر في الإيمان، ولا بد أن يصحبه شطر آخر، وهو أن يتخلى عن الشرك والنفاق والكبر والغش وغير ذلك من قبائح الأخلاق وقبائح الأعمال والمنكرات، فيتجنب المنكر ويفعل المعروف ليكتمل بذلك إيمانه. ومن شراح الحديث من قال الطهور بمعنى التطهر للصلاة بالتطهر من النجس، والطهارة من الحدث بالوضوء والغسل هو شطر الإيمان. وفي هذه الحالة من قال بهذا التفسير، منهم من قال المقصود بالإيمان هنا الصلاة، لأن الله تعالى قال إن الله لا يضيع إيمانكم، فسمى الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الله سبحانه وتعالى الصلاة إيمانا، لأن هذه الآية نزلت في شأن تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. فسأل الصحابة رضي الله عنهم عن إخوانهم الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فالطهور شطر الإيمان أي الطهارة، تطهير الثوب والبدن ومكان الصلاة والمحافظة على الوضوء والغسل هو شطر الإيمان أي شطر الصلاة. وقيل أيضا الطهارة هي شطر الإيمان أي ثوابها قد يصل إلى نصف ثواب الإيمان لمضاعفة ثواب الطهارة وثواب الوضوء والصلاة. ويكفي أن الإنسان إذا تطهر بالوضوء فإنه لا يغسل عضوا من أعضاء الوضوء إلا خرت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا مسح برأسه خرت كل خطيئة استمع إليها بأذنيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرت كل خطيئة مشى إليها برجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته له نافلة يعني زيادة في الأجر والثواب، فإنه بالوضوء قد تخلص وتطهر من جميع الذنوب، وصار المشي إلى الصلاة والصلاة في المسجد درجات وحسنات يثاب عليها المسلم. فهذا من عظم شأن الطهارة ومنزلتها عند الله تعالى. ثم يقول عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ الميزان. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فيوم القيامة فيه ميزان لكل إنسان توزن فيه أعماله، وهذا الميزان له كفتان كطريقة الموازين القديمة التي يكون لها كفتان، كل كفة يوضع فيها شيء ويوازن بينهما. والذي يوزن في هذه الموازين ثلاثة أشياء: العامل والعمل والصحف التي كتبت فيها الأعمال. فالعامل نفسه يوزن، يوضع كل إنسان على إحدى كفتي الميزان، ويوضع في الكفة الأخرى أثقال لينظر إلى وزنه، والزيادة في الوزن يومئذ هي بالعمل الصالح، فمن كان عمله صالحا ثقل وزنه بقدر زيادة عمله الصالح.
ومن كان سيء العمل فإنه يكون خفيف الوزن، فإنه يكون خفيف الوزن، ولا علاقة لذلك بما كان عليه الإنسان في الدنيا من سمن أو نحافة أو نحو ذلك، فهذا كله لا علاقة له بثقله وخفته يوم القيامة، وإنما الأمر في ذلك على حسب الأعمال. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين من أهل النار يوم القيامة فيوضع على الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. رجل كان في الدنيا عظيما سمينا ثقيل الوزن في الدنيا، لكنه من أهل النار يوم القيامة، فيوضع في كفة الميزان، والكفة الأخرى فيها جناح بعوضة أو وزن جناح بعوضة، فتكون أثقل منه. قال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وكذلك العمل الصالح بأمر الله تعالى يتحول ثوابه وأجره بأمر الله إلى شيء حسي، إلى شيء حسي له ثقل، ويوضع في الميزان ويوزن عند الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب الحديث الذي معنا: والحمد لله تملأ الميزان. هذه الكلمة الحمد لله لها ثواب وأجر، إذا وضع في الميزان ملأه لثقل هذه الكلمة، وهذا حث على أن يكثر المسلم من حمد الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث الذي يوزن هو صحف الأعمال، فإن كل إنسان عن يمينه ملك وعن شماله ملك، ملك اليمين يكتب الحسنات وملك الشمال يكتب السيئات، وهذه الكتابة في صحف، فإذا مات الإنسان طويت صحفه ووضعت معه في قبره، فإذا كان يوم القيامة نشرت هذه الصحف ووزنت في الميزان، فتوضع صحف الحسنات في كفة وصحف السيئات في كفة ويوازن بينهما. وجاء في هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا من السيئات مد البصر. صحف السيئات لهذا الرجل 99 سجلا من السيئات مد البصر على نهاية ما يرى بصره، فيقال له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا رب. أول شيء يقال له: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تعالى له: هل ظلمك؟ هل ظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. ثم يقول الله تعالى له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا رب، لا يذكر حسنة عملها. فيقول الله تعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة. وتخرج له بطاقة قدر الكف مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الرجل: وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ فيقول له: إنك لن تظلم اليوم شيئا. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فترجح كفة لا إله إلا الله، وتطيش الصحفة بالسجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا حديث من أحاديث الرجاء التي يأخذ بها المسلم ويرجو بها رحمة الله تعالى، ولكن في نفس الوقت لا يهجر المسلم نصوص الخوف والترهيب من عذاب الله، فيكون دائما الجمع بين الخوف والرجاء. فالأعمال توزن يوم القيامة، والحمد لله تملأ الميزان. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ، يعني شك الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم تملأان أو قال تملأ، ما بين
السماء والأرض. قال شراح الحديث: أي إن ثواب هاتين الكلمتين، ثواب كلمة سبحان الله وثواب كلمة الحمد لله، لو تحول هذا الثواب جسما لكان هذا الجسم سادا ما بين السماء والأرض، وهي كناية عن عظم أجر هاتين الكلمتين وعظم ثواب هاتين الكلمتين. وذلك لأن هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وما أشبه ذلك من الأذكار، أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمات هي غراس الجنة، كل كلمة من هذه الكلمات كلما قلتها مرة غرست لك شجرة بها في الجنة ويثقل بها الميزان عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، في هذا الحديث العظيم الجليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. والصلاة نور. قال شراح الحديث: الصلاة نور في وجه العبد في الدنيا، كلما كان أكثر صلاة وأخشع صلاة وأتم صلاة انعكس ذلك على الراحة لمرآه والسرور به، ويكون ذلك نورا له في الدنيا، وكذلك ينير طريقه في الدنيا فيبصر به طريق الحق من طريق الباطل، ويتبع طريق الحق ويتجنب ما يغضب الله تعالى. فكلما كانت صلاته أتم وأكمل وأخشع، كلما كان أثر ذلك أكبر على صاحبه في النهي عن الفحشاء والمنكر، ثم تكون نورا له في قبره، وتكون نورا له على الصراط يوم القيامة. فالصلاة نور كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، من حافظ على هذه الصلوات الخمس كانت له نورا ونجاة يوم القيامة. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: صلوا ركعتين بالليل لظلمة القبور، يعني هاتان الركعتان تنيران للعبد قبره، تنيران للعبد قبره. فالصلاة نور. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. عندما يكون الناس في ظلمة على الصراط لا يبصرون طريقه، فمن ثواب من كان يمشي إلى المسجد في الظلمة، يعني في الصلوات التي تكون في ظلمة الليل كالعشاء والفجر، فكلما مشى المسلم إلى المسجد في هذه الصلوات كان ذلك نورا تاما له عند الله سبحانه يوم القيامة. والصلاة فيها تلاوة القرآن، والقرآن كذلك نور. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. فالإنسان يحتاج إلى النور ليرى طريق الحق وليستطيع سلوك طريق الحق، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالصلاة نور. والصدقة برهان، أي هي دليل على صحة الإيمان وكمال الإيمان. البرهان يأتي أيضا بمعنى شعاع الشمس، ويأتي البرهان بمعنى الدليل والحجة. فالصدقة برهان، فيأتي بمعنى نور أيضا وشعاع يضيء. وكذلك الصدقة برهان بمعنى أنها حجة لصاحبها ودليل لصاحبها على صحة إيمانه وكمال
محبته لله سبحانه وتعالى، لأن النفوس جبلت على حب المال والتعلق به، فلا يمكن أن يتصدق إلا إذا كانت محبته لله تعالى أعظم من محبته للمال، وإيثاره لمرضات الله أعظم من تعلقه بما تهواه نفسه. فكان ذلك دليلا وبرهانا على صحة الإيمان وكمال المحبة لله سبحانه وتعالى. والصبر ضياء، الصبر يشمل الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على الابتلاء والمصائب، فالصبر ضياء. وقال أهل العلم الفرق بين النور والضياء أن الضياء فيه حرارة وشدة، الضياء هو نور معه حرارة، وأما النور فقط ففيه برودة وليس فيه تلك الحرارة، وذلك لأن الصبر فيه معاناة وشدة وفيه مجاهدة عظيمة للنفس، فلذلك وصف بأنه ضياء. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. هو الذي جعل الشمس ضياء، لأن نور الشمس مصحوب بالحرارة فوصف بأنه ضياء، والقمر نورا لأنه نور بارد لا حرارة فيه فوصف بأنه نور. فهنا الصلاة وصفت بأنها نور، والصبر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ضياء، فهو فيه شدة ومجاهدة، ولكن أجره عند الله عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن الكريم إن عمل به الإنسان واتبع ما فيه كان حجة له عند الله تعالى، وإن لم يعمل به وأعرض عنه كان القرآن حجة عليه يوم القيامة. فالسعيد من عمل بكتاب الله تعالى واتبع ما فيه من النور والهدى، ليكون القرآن الكريم حجة له وشفيعا له عند الله سبحانه وتعالى. ثم يختم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوصايا العظيمة بقوله: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يغدو يعني يخرج بالنهار أو في أول اليوم. كل الناس يغدو، شبه النبي صلى الله عليه وسلم حال الإنسان مع نفسه كحال التاجر الذي يخرج ببضاعته في أول اليوم إلى السوق ليبيعها، فإما أن يربح فيها ربحا وفيرا، وإما أن يخسر فيها ويبيعها بأقل من قيمتها ومما تسواه. فكذلك النفس، المؤمن يبيع نفسه لله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والمؤمنون كما وصفهم الله تعالى يرجون تجارة لن تبور، فالمؤمن في تجارة مع الله سبحانه وتعالى، فيبيع نفسه لله عز وجل فيغنم ويربح. وفي المقابل من باع نفسه للشيطان والهوى ولحطام الدنيا، فإنها تجارة خاسرة، وقد خسر نفسه وأوبقها، يعني أوبقها يعني أهلكها. فبائع نفسه فمعتقها، الذي ربح في هذا البيع قد أعتق نفسه من رق الشيطان وأسر الهوى، وحررها بالعبادة لله سبحانه وتعالى وبدخول الجنة، والآخر أهلك نفسه وجعلها في رق الشيطان والهوى، وأدى به ذلك إلى عذاب النار والعياذ بالله تعالى. فهذه بعض فوائد هذا الحديث الشريف وما فيه من الوصايا العظيمة. أيها المسلمون، جمعتنا هذه في هذا اليوم نحن في 28 من ذي الحجة سنة 45 و400 للهجرة النبوية الشريفة، فهذه الجمعة هي آخر جمعة في هذا العام، وبعد يوم أو يومين نستقبل سنة 46 و400 للهجرة
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا تمضي الأعمار. وكما قال الله سبحانه: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب مبين. وما يعمر من معمر، بعض المفسرين قالوا من جعل الله عمره طويلا ولا ينقص في عمره، من جعل الله عمره قصيرا، كل ذلك في كتاب عند الله تعالى. وقال آخرون: وما ينقص من عمره، يعني كل ما بقي لكل إنسان مكتوب عند الله تعالى ما بقي له من العمر. فكل سنة تمر، وكل شهر، وكل يوم، وكل لحظة، هذا هو ما ينقص في عمره، كأنه في عداد مثل تلك العدادات التي تعد الوقت وتتناقص حتى تصل إلى لحظة الصفر والنهاية. فكذلك الإنسان كأنه أمامه عداد لما بقي من عمره مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان هو لا يرى فهذا العداد يعد ويحسب. فكلما مرت سنة وشهر ويوم وساعة ولحظة، فالعمر يظل ينقص ينقص حتى يصل إلى لحظة النهاية. فمرور الأعوام يجعل المسلم يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، ويجتهد في إصلاح ما بقي من عمره. وبداية العام الهجري الجديد يكون بشهر الله المحرم، والأيام العشرة الأولى من شهر الله المحرم أيام أيضا فاضلة وموسم لمضاعفة الأجور، وفيها اليوم التاسع والعاشر، تاسوعاء وعاشوراء، العاشر من شهر الله المحرم، من صامه فإنه يكفر ذنوب سنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم ارحم شهداءهم، واشف مرضاهم، وفك أسراهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمين. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.